برسائل حميمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استدرجت ديانا الطرطوسي قاتلة شقيقيها رفعت وعفيف إلى درج المشاة لجسر أنتلياس. وجه ديانا الذي يعرفه جيداً قاتل شقيقيها كان أشبه بقنبلة انفجرت في وجهه حينما أدرك هويتها، لتسحب ديانا مسدسها وتفرغ رصاصة واحدة في رأسه وتنشر بعدها فيديو تتبنى فيه جريمتها وتفر إلى جهة مجهولة. أنا ما غدرته، أنا قتلته قدام العالم كلياته، قتلوا الستة صاروا يشلطحون فوق بعضهم عكأنهم كانوا يهود قدامهم. أنا أخذت حق واحد ورح أخذ حق الستة. ديانا التي أوقفتها القوى الأمنية نهار السبت 14 تشرين الجاري موقوفة حالياً في سجن فيردان لأخذها بثأر شقيقيها. حرقت بنتي ديانا أقوى من حرقت ولادي الصبية، يعني غطت على موتة إخواتها بنتها. ندمت على الشيء اللي عملته؟ بنتي ما ندمت، بس بنتي كانت تحبي انه الدولة هي اللي تعمل هالشيء. قالت لي يا امي انا بدي اعمل هيك، ما بقبي عليك. قالت لها قلت لها يا امي اتركيها للدولة. قالت لي الدولة مين عم تعمل شيء؟ قالت لي الدولة مين عم تسوي شيء؟ قالت لي الدولة لو بدها تعمل شيء وتسوي شيء ما بينظروا لهالفيديو اللي منزلينه على التيك توك ومنزلينه على الفيسبوك. رفعت راح، عبيدة قبل 8 سنين راح، عفيف راح، ما بقى في حدا. منا مجرم، اخواتها اثنين اخواتي طالع بال 16 سنه وعمره 34 سنه، عنده 7 اولاد، اكبر شيء عنده يا حرام 12 سنه. مو حرام هالطفل اللي تشردت؟ ريحني اللي عملته وهديته، انا هديته كثير. وقت اللي شفت الفيديو هذا المحتفلين فيه بالحبس طرقت ايدها هيك على الكبيه، شقت ايدها منها. بنت اخت رجال، بنت تعمست، ما لعب منها، طلب منها شيء ولا طلب منها ريب لها شيء، من حقها تعمل اللي بدها اياه. اخواتها اثنان بشتغل كيف ما بشتغل، بنتي كيف ما بشتغل، كيف ما بشتغل بنت. رفعت شؤوننا يعني عسن من زلمة. انا بس ما نيسنا من باك، اعتبرها خيتك او بنتك أجبت أمالي، نحن من أمالي. أنا بدي إياها مني، بنت أعتبرها منك يا أخي، بدي إياها منك. لو زلمة ما بلك، بس هذي حرمة، وأنت أنت من عشيري بتفهم بالأمور هذا. وحسب معلومات سبوت شوت فإن ما قامت به ديانا المسجلة باسم نادين على الهوية جاء على خلفية إشكال بدأ في وادي الجاموس عكار بتاريخ 17 نيسان 2021 بسبب أفضلية مرور قتل على أثرها عبد القادر السيد. وبعد 7 أشهر من الحادثة الأولى قررت مجموعة من آل السيد الأخذ بالثأر فقتلت الحاج أحمد محمد الطرطوسي ابن 74 عاما أمام محله في وادي الجاموس ولم تكتفي. ففي اليوم التالي وخلال تجمع أهل القتيل أمام منزله كما جرت العادة هاجمتهم المجموعة نفسها من آل السيد ودكتهم بالرصاص الحي مرتكبة مجزرة بآل الطرطوسي أدت إلى مقتل 6 مواطنين وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال. ومن بين القتلى الذين سقطوا شقيقي ديانا والآخرين من أقاربها. الجريمة المروعة دفعت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار إلى إصدار قرارها الظني في الجريمة بالإدعاء على 32 شخصاً من آل السيد، 11 من آل الطرطوسي، 3 من آل الدريعي، شخص من آل محمود وآخر من آل الأشقر بعقوبات تصل إلى الإعدام. ماذا عن عقوبة ديانا الطرطوسي قانونياً؟ بالأول بدي أشير أنه عم بعطي رأيي بموضوع تقني بحت بعيدا عن الجريمة أو الجريمة الأساسية أو الجريمة اللاحقة، لأنه السأر بالقانون غير موجود، بمعنى أنه لا يوجد في القانون نص يبرر جريمة القتل سأرا، إنما العكس قد يبدو صحيحا، بحيث يعتبر القتل سأرا سببا لتشديد العقوبة، ويعتقد البعض خطأ عن خطأ
بأنه السأر هو سبب من أسباب تخفيض العقوبة أو عذرا يعفي من العقوبة، إنما هو هذا مقاربة خاطئة جدا، بحيث أنه ما لازم يصير في خلط بين نوعين من القتل، القتل سأرا أو نوعين من القتل اللي هن جرائم الشرف والاستفزاز والغضب. الجريمة التي ارتكبتها ديانا والتي تبررها عائلتها على أنها لم تكن لتقوم بها لو تحركت الدولة وأوقفت القتلة، خاصة وأنها أم لابنة 13 عاماً، تفتح الباب على المناطق التي يعاني أهلها من غياب الأمن والأمان وتنامي الجرائم الثأرية في ظل غياب الدولة. فهل تلقى صرخات والدي ديانا أذاناً صاغية لوضع حد لهدر الدماء في وادي الجاموس، أم عليهما انتظار الانتخابات المقبلة ليسمع صدى صرختهما؟